السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. ما شاء الله نطلق مع واحد الجوله من الجولات اللي تكون شويه طوال. دابا في الدريسيه، هذا هو مرجان ديال سيدي معروف. يقول لي مرجان الدريسيه، مرجان وقال حضر في السلطان. المهم هو هذا اللي على اليسار ديالنا، الدريسيه اللي على اليمين، القريعه رقات القدام نديرو من مرجان ديال الدريسيه حتى القطب اليماني ان شاء الله تكون جولة شوية طويلة. هذا شارع محمد السادس، كما تشوفوا الاشغال ديال الترامواي راه كملها، الطرقين والطراق راسها ولات مزيانة. كما تشوفوا المدارس راه اليوم الدخول المدرسي، نقل المدرسة راه خدام قريبا من هذا السبع الله، يعني اليوم الاول ليه. كما تشوفوا الاجواء يلاه تتشرق الشمس، تبان لكم واحد شويه كازا مختلف على الوقيته اللي تيسجلوا فيها بعض الاخوان، يعني تتكون وسط النهار ولا هذاك تتكون شويه مختلطه. نهار القرى عادية، بلاصة البيكالات نهار الحد والسبت تكون عامرة هنايا. هذا راه شارع بشعيب الدكالي، راه تلقاو الجولة ديالو الفوز، يعني تقريبا اغلب الشوارع في كازا درناه، باقي شي بلايص ولكن قلال ماشي بزاف. باقي واحد الشارع ديال مكة تا هو خاصني نديرو. باقي بعض الاحياء اللي تيطلبو من الاخوان. كما تتشوفو دابا القريعة راه ناعسين، تسعود تلقى الدنيا هنايا بلوكي. هنا القريعة راه معروفة ب يعني اللي حليتي على عينيك ولا اللي حليتي على فمك تلقاها هنا. بغيتي تصايب نضادر، بغيتي الحوايج، بغيتي البوال، بغيتي الزرابي، بغيتي الاتات، يعني اي حاجة كاينة هنا. كاين بعض الاخوة اللي تيكونوا مساكنين في كازا انت عارفوش منين يشريو هادشي، القرعة هي افضل حل ليكم. او فيها بزاف زعما، يعني ماشي تلقى حانوت ولا جوج، تلقى بزاف، يعني بحال مالين بابوات وجليز راه تيكون عندك اختيار كبير. تشوفوا دابا راه يلاه بدا تيطلع النهار، غادي ندوزو حنايا نخرجو من شارع بوشعيب الدكالي، ندخلو الموبايل دي بوكيتا ونطلعو للخر ديال شارع عبد المؤمن ونشدو شارع غاني. هادي هي الطراجي اللي عندي، راح نوصلو لواحد يا اما الرومبا ديال والماس يا اما الرومبا ديال الروداني، ندورو حنا على حسب الرومبا ديال الروداني ولا الطريق صغيرة تما باش كاين تراموي. عشان الضوء الخضر شوفو راه الدنيا خاوي، نقطعو لهيه
جامع السنة فين تيبان ليكم. صافا نبقاو مدربين كيما بو فايدي بو كايسر، هو هذا راه غادي يسال القراية. هذا راه شارع الناظور اللي كتبت لكم، راه هو شارع الفاسي، راه حيت كاينه البلاكه، انت البلاكه من اللي شوف فيها الفاسي، الجهه الاخرى مكتوب فيها شارع الناظور. واش كانوا بغاو يبدلوه تراجعوا ولا بعد البلاكه باقه؟ حتى هذوك واحد جوج مقاطعات بحال الحدود ديالهم تما، المقاطعة ديال المعاريف مع المقاطعة ديال عين الشق، يعني هذاك هما هذاك الشارع هو الحدود ديالو. خطيطة تلعب مع الصدر. نخرجوا في هذا الوقت هذا باش ما نتلاقاوش مع الامبوتيه. الاحقيه لهم بسم الله. هذا هو ما اقدر ديال حي الراجع، يعني ما اقدر ديال لارمياطاج. شتو حالك من الناس في فترة ما أقدر. هو دابا واخا يبان لكم حال ما تيبان حال، حتى تيكونو هادوك يعني الدراري تيدو لا ريفغيزون، القطب المالي راه تيبان من هنا، راهو فين هو، ولكن محال يبان لكم ب محال يبان لكم بالكاميرا. هاد الموبايد ابو كيسه لقيتي غادي معاه تخرج لشارع مكه، شارع مكه لقيتي غادي معاه تيطلعك حتى سميتو. هادي الاخر ديالو هو ديك المقبره ديال سيدي مسعود، وفين كاين سيدي مسعود نيت كاين الاخر ديال سرحوا شويه. دابا راه النهار بدا تيطلع،
2009 تمشي المحطة ما عرفت منين جي كيما تتبان لكم الشارع مو بو مو دي بو بو كايتا هذا هو شارع لارميطاج من حج لارميطاج لارمي راه بالفرنسي يعني راه يعني الاسم ديال العسكر لارمي احنا وصلنا الرومب اللي قلت لكم اللي تتفرق وحده منهم ستمشي لشارع مكه غادي نوري لكم باش شي خطره اخرى منين ندير فيه جوله تكون عارفين زعما منين جيت من القرايعه ثمانية وستين عطي ضرب طريقه 68 تيمشي وقال حتى الاول ف ولا تيجي من الهراوي هذا اللي على اليسار ديالنا هو شارع مكة هو يعني دير رونبوت تمشي نيش احنا غادي نمشيو هنا باش نقلعو الغاندي دابا الناس راه غادي يبداو يتحركوا دابا مع السبعة تيدير طرح قدام توصل لي عندي شي خدمة بعيدة وترونسبور فين عنكش دابا الجو بدا تيزيان مع الضو بدا تيبان هذا راه شارع عبد المؤمن هو هذا اللي غادي عندنا كنا نمشيو نيشان نحاول احنا ندورو التران يلا ديز ماشي التراموا التران هنا كاين التراموا يساوي البداية ديال شارع غاندي ندير لكم شارع غاندي شي جوج خطرات ما راه بدا تيبان شوية قطب المالي راه فينا
الاندلس الباشكور. سنحاول نقول لكم يعني التراجيات ديال الطوبيسات. سبحان الله بعض الخطرات يكون الانسان تجي شي بلاصه خاصو يمشي ليها، وكاين واحد التطبيق فيه الطوبيسات كاملين، تتعرف التراجي ديالهم وفين غاديين بلا ما تصدع راسك. او هنا نحط لكم السميه ديال التطبيق، صراحه تطبيق مزيان. شوف على الرومبا تبارك الله خاويه. نشوف الكاميرا واش تسجل ولا غادي ينوش. هنا اسرعوا القضيه بهذه القضيه، الصراحه ما عندي ما نسير. نعطيو الإشارة اللي ورانا باش يعرفنا راه باغي نمشي ليش. دابا الرومبا كبيرة، تتلقى بنادم شناهو متيجيش ويوقف زعما يتسنى حق الأسباقية، تيجي وتيبقى هما بحالنا نتابعو بهاديك حيت تدير لهم العرقالة. اللهم يدير السطور. هادشي بزاف ديال الرومبات دارو فيهم القديم. هما الرومبا علاش دايرينها؟ مدايرينها بحال الضو، يعني تيجي هدا تيدوس يوقف لاخر، فهمتي؟ تيكون يعني نظام بلا ضو زعما. كيما تيشوفو القضية ولا فيها زرب عليا، زرب عليا نزرب عليك وتتولي تولي المشاكل تما، فهمتي؟ تيوقعو الصدامات، الطريق تتحبس. داكشي علاش لابان ليكم شي رومبا ولا فيها الدور على هادشي. ليسانس 15 دغيا فتيو صاروخ ارجو 15 130. حنا قربنا البيسيجور. هذا اللي غادي نوصلوا ليه راه شارع ابراهيم الروداني. غتلقاو الجولة ديالو من هنا، يعني لا من هذا الرومب. انا ضروري عاوتاني نقول لك اشعل الضو. لا عارف اش نبغي. هاي على الرونج روفر 68 راه تيضرب الطريق. بسم الله
شم ما حش في يدي ليكم وما نبدلو، حاولوا نبدلو الطريق. الطريق راهي اللي قلت لكم ضايقة هنا، يعني الطوموبيله اللي جات دوز هذا ربي سيجور. عمري ما درت فيه دير في جوله، ولكن في القانون الثاني ولكن نحاول ندير لكم شي جوله ان شاء الله. هو ولا جودار شحال من الناس يطلبوني، ولكن ماشي مثلا بغيش ندير جوله غير مش تمشي تما، خاصك تمشي على الاقل تكون تسجل واحد جوج فيديوهات هذاك الشيء عليه، خاصك تمشي لواحد البلاصه اللي يعني تمشي تسجل لها جودان وتسجل شي حاجه اخرى دير معاك شي طريق، بس تكون هذيك البلاصه فيها شي اشغال بحال جودان جيت ضرب عمار فيه باقى الطريق طريق مرونه تما هنا القديم مع نكشر. غادي ندورو هنا على بيسيجار ندوزو على انفو بارك و القطب المالي هو هذا راه بدا تيبان. تشوفوا هنا راه دار القطب المالي تيبان شي زوين مع الصباح. الله صايا ان فطاك بارك على الله يسار. احنا وصلنا دابا للقطب المالي، ندير لكم شي جوله في القطب المالي كما تيبان لكم. هذا هو الطرامبيس ولا تيضرب دورات ولكن باقي شويه، وهنا غادي تنهي الجوله ديالنا والله يعاونك.